بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه لا يمدين أما بعد. وأنا في هذا المصلة سعدت أن ألتقي بأحد الأباء الكرام. الاسم الكريم، اسمك؟ اسمي ربيع بن محمد بن حمود قامودي. الوالد ربيع أريد أسألك عن حياتكم في السابق، كيف كانت؟ سألني حياتكم في السابق سابقا هي كيف كانت؟ السابق اي نعم، السابق حاين حياة اي نعم، حياة ما في الخال اها، الحين الغداء اها، الغداء عاد غداء نعم، والجوع جوع عنك اليوم الناس لك توهان نعم، ولو ما تعرف البرد حياتك هيحبك من راس نعم، حاوت الناس اها نعم ما شاء الله، وغزر ماشي نعم فني ايوه، واليوم كثر الماليه كثر الخير وبطراني الخصيب وتو الشباب ما بقول مثلك انت وشروا بارك الله فيك وشرواك قدر الناس الله يحفظك ويسير مع الناس ويسال عن هذا وهذا معني نعم، والكل يوم الجوع جوع نعم، والعرعر اضراع الثوب، الثوب تعرف بكم؟ كم؟ ثلاثة قوش سبحان الله، هي القرش اي نعم، راوه حقه الثانيه نعم، دشداشه ماشي وحاجة ماشي وغرفة حب، غرفة واحدة بحب قرش نعم، وعيش ما من طلعنا احنا قبل ماشي ماشي طلعنا عاد تعيب الحياة دار يجي نعم رخيص نعروث بيدينا ورجولنا ايه نعم صدق، قبل في زماننا احنا نعم يوم ما طالعين احنا العيش ما رينا دار يتساوي نعم من عبري اها، سهو اثنين، واحد سهو قال مال بن عمر وسهو غير دقيقة نعم هذا كلك نعم ما شاء الله، والجوع جوع نعم، والعرعر والقراب السحب 30 ريال ياتي من عبري نعم، وياتي من سمايل، هاي نزوه خرسس بيدك توهان سمت خرسس نزوه يا سيد نعم، خرس ويوم جاء عاد سحب نعم، ياتي من عبر صليفات الله اها، صليفات بو من عبر 20 و25 نعم، وبو من سمايل 30 ريال حيث كبار كما الظرف يسوي قال هن وضعان نعم، وضيع نعم، وبو من عبرس صريف 20 ريال نعم ما شاء الله معني هي نعم، هذا يقول لك قبل حياة نعم، وغابت عندنا حرمة بعد هل انت ولقيت هل اراوش لقيه اها، سواه تحت صخبر اها وفوق صخبر بدفنس وعلم رعات هاد الاربعتنا سبابرة نعم، كنا عرق فيها بسبابرة هي نعم زمن حمد نعم، أبو ما اسمه حمد اسمه سالم بن حمد إيش الوالد سالم بن حمد أبو سويته قال دفناه خجلين ما شيء فيها فيها نعم، وين تحت تخبر وفوق ولقيناها نعم قال ما قلت لنا قال خجلين خذ فيها من حريم كم درغالها إيه نعم صراحة قال خابر صار له أحسن أبو سويته ولا تتمنن أحد نعم ولا شيء من عليكم ربكم إيه نعم، واللقية موجودة والسالين اللي قالهم عن هذا إيه نعم سبحان الله نعم، قال لقيا موجودة خلنا لهم لقيا موجودة ولا سرت بش خبرة تلقاهم فيه فيها وهيك الحرمة ما فيها أنا عارف إلى أسرية سخبر وأسرية لعظة إيه نعم سبحان الله تعود أنا عود هيك ذا سبحان الله هذا هو أعرف عنه نعم بارك الله فيك الله يحفظك شاء الله.